شيء نتطلع على هذا. هلا السكيماتيك هاي الجراوند نفس الشيء، هذه واضح انها ريفوليوت جوينت. انسى الخط اللي مقطع هلا شوي للحظه. هلا هذه هون كانه عندي اكسس وفي عندي عليه ريفوليوت جوينت. فالريفوليوت جوينت هاي بتلف حوالين هون وبتعطيني هذا الخط. انسى هذا للحظه من هون. هلا بعديها في بريزماتيك، هذا رمز البريزماتيك. البريزماتيك كانه عندي شيء هون عماله بتحرك على هذا الخط بهذا الاتجاه من هون. هلا هذا معناه انه الاكسس هذا اذا مديته هو عمودي على هذا وبتقاطع معاه في نقطه، بس بحكي لي عماله بعطيني معلومات اضافيه. المعلومات الاضافيه ايش معناها؟ ما في لينك هون، اللينك هي السوليد. في لينك من هون من الريفولوت للبريزماتيك، بس اذا مديت هذا الاكسس اذا عملت له اكستنشن بتقاطع مع هذا وعمودي عليه. هلا صار عندي لاحظ على فكره زد بتقاطع مع، اذا حطيت هذا الزد هون بتقاطع هذا الزد مع هذا الزد من هون، بتقاطع في نقطه عموديين الاثنين على بعض. بعدين هون ما في لينك، شايفين الفراغ؟ ما في شيء هون. من البريزماتيك رحت على ريفولوت جوينت وعندي هون الاند افكتور. فعندي هذا بنسميه ار بي ار. هاي الرسمه هلا اللي موجوده هون. عندي هون اجينا هاي البيس وعندي هون هلا هذا بيقدر يلف، فهذا بيقدر يلف بهذا الاتجاه. بعدين بتطلع هاي الذراع وهاي لها طبعا رينج معين راح تتحرك فيه من هون. وبعدين اخر شيء الاند افكتور، الاند افكتور ممكن يلف بهذا الاتجاه. فعندي هون ريفولوت بريزماتيك ريفولوت، لكن هذا الاكسس واضح انه اذا مديته من هون بتقاطع مع الاكسس تبع البريزماتيك من هون. اوكي ماشي واضح هاي. اذا عندي هي في عندي جوينت هون، عندنا جوينت ثاني هون، وفي عندنا جوينت ثالثه هون. اوكي هلا بدنا نعمل افيك سنجل فريمز. خلينا نحاول احنا نفكر فيها قبل ما نطلع على الحل. هلا في عندي الزيرو، وين احط الزيرو؟ انا ممكن احط الزيرو على الارض، على وين ممكن احط الزيرو؟ هون واعطيه زد زيرو هون واعطيه اكس بهذا الاتجاه مثلا واعطيه واي. بس انا راح اسهل حالي، راح اخذ هذا الفريم زيرو واحطه هون وراح اعطي هذا الزد هون، راح احط الزد زيرو والزد 1 هون. هلا لاحظوا انه زد 1 بتقاطع مع زد 2، فراح احط مثلا الاكس، بقدر احط الاكس بهذا الاتجاه، فالاكس 1 واحط هون زد 1 بهذا الاتجاه. وين صار عندنا الواي؟ بده يصير الواي هلا اذا هذا طالع بهذا الاتجاه راح يصير هيك مزبوط، راح يصير الواي بهذا الاتجاه. خلينا نطلع هلا مثلا، طبعا في اكثر من حل، في عدد من الحلول لهي، بس خلينا نطلع على احد الحلول الموجوده هون. هلا هون اذا بتطلعوا راح تلاحظوا ما فيش، ما حطش اكس 0، فاعتبر انه عندي هي هون هذا الزد واضح ليش حطينا هذا الزد هون. ها الثاني وين حطينا الزد الثاني؟ هي الزد بهذا الاتجاه، والثالث بهذا الاتجاه. كل واضح كيف عملنا الزد؟ وزد 0 راح يكون هو كوينسيدنت مع هذا، يعني هذا زد 1 وبنفس الوقت زد زيرو هم نفسهم. حطينا الفريم، فحطينا البيس تبعت الفريم هون. هلا بعدين انا ممكن اذا بدك انت ترجعه تعتبر هذا هون، تقدر تغير. في عندي ترانزليشن الونج زد 1 من هذا الاتجاه لهذا الاتجاه. اذا حطينا اول شيء زد 1 هون، حطينا زد 2 هون لاثنين، لاثنين حطينا زد 2 بهذا الاتجاه، وبعدين الاخيره اخر واحده حطينا لها زد هون. ات ميكس سنس انه هذا الاكسس تبعها. طيب هلا نيجي زد 1 وزد 2 بتقاطعوا مزبوط، وين زد 2؟ هي وين زد 1 بتقاطع هون. قديش اذا اي 0 اللي هي اي 2 مش هيك بتكون؟ اي 2 اللي عفوا اي 1 اللي هي بينه وبين اللي بعده بتكون اي 1، راح تكون 0 بالحاله هاي. قديش الفا؟ 90 لانه عملنا روتيشن، هي زد 1 هي زد 2. بس عندي 90 ولا ماينس 90؟ هي اكس 1 حسب طبعا وين بحط اكس 1. إذا حطيت x1 بهذا الاتجاه هيها زي ما أنا عامل هيك، بدي أروح من x من z1 لz2 حوالين x1، فصارت عندي الزاوية هاي من z1 لz2 بوزيتيف لأنه حطيت x1 هون. لو حطيت x1 هيك، لو حطيت x1 هيك بصير الزاوية هاي نيجاتيف حسب وين بتحط x1. هلا احنا حطينا x1، ايش عملنا ب x1؟ كيف حطيناها؟ عمودية على البلين اللي بيحتوي مين؟ اللي بيحتوي z1، هي z1 وهي z2. حطينا
عمودي عليهم حطينا x1 وحطينا كمان x2 x1 و x2 ف x1 و x2 ماشي واضح لهاي. إذا عندي هون هلا في عندي طبعا زاوية هلا ثيتا 1 راح تكون هي أي زاوية؟ بين الزيرو بين الزيرو والواحد. هلا هذا راح يضل ثابت الاكس زيرو. اذا بدك نرسم الاكس زيرو هاي حط هون مثلا زد زيرو اكس زيرو راح يكون منطبق على اكس 1 فهي اكس زيرو راح يكون بنفس الاتجاه زد 1 راح يكون بنفس هذا الاتجاه وطبعا راح يصير عندي واي 1 هاي واي زيرو كمان. هلا هذا بس يبدا يلف هل زد 1 راح تختلف عن زد زيرو؟ لا راح يضلهم على بعض. مين راح يبدا يتحرك؟ راح يبدا يصير في عندي زاويه ما بين اكس 1 واكس 0 مزبوط. وين الزاويه هاي بقيسها بشكل بوزيتيف؟ راح تكون حوالين حوالين مين على فكره؟ زد 0 بس هم زد 0 وزد 1 هم نفس الشيء. هاي بنقيسها من هون بهذا الاتجاه فالزاويه فهذا اذا لف بهذا الاتجاه راح تكون هاي الزاويه اللي هي ثيتا 1 بوزيتيف. طب هسه اكس 1 مش هو داخل الصفحه؟ اكس 1 داخل الصفحه. طيب مش ان احنا لما نطلع الفا 1 الفا 1 نطلعها مش هي المفروض تطلع ناقص 90 لانه هي انا فوت الفا حوالين اكس 1. طيب انا بدي الف مع البعد تاكد هلا اكس 1 احنا هلا الفا بقيسها بين وين وين حوالين ايش؟ الفا 1 حوالين اكس 1 X1 اللي هو نفسه X2 بالحالة يعني تمام. هي X1 اها وهي الزاوية من Z1 ل Z2 الزاوية من Z1 Z1 ل Z2 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ Z2 هيك اتجاهها تمام وZ1 اتجاهه هيك فراح اروح من Z1 ل Z2 90 بوزيتيف مضبوط. هي Z1 هي Z2 مضبوط. X وين؟ اكس داخل بالصفحه فالبوزيتيف اكس هيك اوكي اوكي هذه هيك الزاويه هيك. لو انك زد 2 اخذته هون او لو اكس 1 طلعته من الصفحه بينعكس بصير عندك ماينس 90 حسب الفريم اللي انت بتختاره. طيب هلا بعدين لو طلعت هلا من 1 ل 2 ايش راح يتغير من 1 ل 2 لما يبدا يصير في حركه؟ دي يبدا يصير في عندي دي مش هيك؟ ففي عندي زاويه هلا هاي مش مرسومه في الكتاب بس اذا مديت خط من هون مديت خط من هون هذا راح يكون دي بين اكس 1 و دي 2 مش هيك؟ راح يكون دي 2 لانه هو دي 2 بتبع له وبينها وبين الهاي هذا دي 2 مضبوط؟ بين هاي الاثنين. هلا في شيء ثابت ما راح يتحرك ال L2 ما راح يتحرك ال L2 هو بين المسافه بين الفريم هذا والفريم هذا. هلا كيف وين باخذ L2 هذا بيعتمد على الديزاين تبعي. فمثلا لو انا جيت فرضت انه لما هذا يكون مدفوش على الاخر راح تكون هاي النقطه منطبقه على هاي النقطه يعني دي 2 بهذيك اللحظه بتكون دي 2 0 بس عندي بعدين في مسافه ال2 يعني هذا بيعتمد على الديزاين يعني راح اجي اعتبر الديزاين مثلا نفترض هذا هو الشافت وهذا الشافت هذا لما بيمشي راح يوصل عند نقطه معينه ما راح يقدر يتجاوزها اكثر من هيك فبفترض وقتها انه النقطه هاي منطبقه بالنقطه هاي بالضبط من هون واي حركه بتصير هي دي فدي بتكون مثلا بتبدا من زيرو وبتبدا تزيد دي 2 ولا دي 1 دي 2 ولا دي 1 هلا دي 2 احنا ماخذينها هذا ايش عندي هذا 2 مش هيك على اكس على ماخذينه على زد 2 من هون دي 2 مزبوط دي 2 مزبوط هاي لانه دي 1 0 مش هيك قديش بين 0 و 1 0 اوكي ماشي الكل